وصلنا هذا الفاكس فضيلة الشيخ صالح. يقول الأخ: في جماعتنا البعض من الشباب ممن من الله عليهم بالهداية وقصروا ثيابهم، وقد كانوا قبل هذا الالتزام يتمتعون بأخلاق عالية وبشاشة وابتسامة في وجوه المسلمين ملتزمين أو غير ملتزمين. الآن يا شيخ صالح تغيرت حالهم، أصبحت وجوههم الحقيقة عابسة ومقطب الجبين. كيف يجب أن يكون المسلم بعد التزامه؟ نعم، المسلم يكون طيبا طيب الأخلاق دائما وأبدا مع الالتزام بالعبادة والالتزام بالإسلام، يكون أيضا حسن الأخلاق، فإن الإسلام جاء بحسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يحسن المسلم خلقه، والإسلام لا يأتي إلا بخير، لا يأتي بالتعبيس والتغطيب إلا على من لا يقبل النصيحة من الكفار أو من المنافقين، فهذا لا شك. قال الله جل وعلا: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما في الدعوة إلى الله وأما مع المسلمين فالإنسان يحسن خلقه. نعم، أحسن الله إليك. سعيد من جدة، تفضل.